خلونا نروح بقى ونتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه. هنروح تحديدا فرع النادي الاهلي بالجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق كان عنده مران صباحي، يعني تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا، مران ابتدى الساعة 10 صباحا، ويعني وإحنا حتى بنعمل اللينك دلوقتي التدريب لسه مستمر حتى الآن. كالعادة بقى مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وبعدها بقى خاضوا بعض التدريبات في الملعب، وزي ما قلت المران لسه مستمر حتى الآن. كمان بقى خليني أقول لكم إنه الفريق غدا هيخوض مباراة ودية، بعد كده يوم الثلاث إن شاء الله هيكون عندهم مران صباحي أيضا بالظبط أو بالتحديد في تمام العاشرة صباحا، بعد كده بقى الفريق هيحصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام، يعني بالتحديد من يوم 9 حتى 13 نوفمبر، ده طبعا بسبب توقف بطولة الدوري. كمان بقى خليني اقول لكم انه مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق وطبعا الجهاز الفني قرر اعطاء اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات بعد انتهاء مباراة الداخلية، ده بقى عشان يحصلوا هما كمان على بعض الراحة قبل انضمام لمعسكر منتخبنا الوطني. كمان يعني الفريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة. خلوني بقى اكلمكم اكتر عن مران امس. الفريق كالعادة الحقيقة خاض مران صباحي، التمرين كان الساعة 10 صباحا، مستر مارسيل كولر عقد محاضرة فنية خاصة بالتدريب قبل انطلاق المران، بعد كده اللاعبين الحقيقة خاضوا فقرة كبيرة تدريبات بدنية في صالة الجيم، ثم قام مستر مارسيل كولر بتقسيم الفريق لثلاث مجموعات عشان بقى يخوضوا بعض التدريبات الفنية، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الفترة المقبلة. واستكمالا للحديث عن كرة القدم خلونا نروح لناشئين كرة القدم تحديد مواليد 2005 واللي حققوا فوز امس على فريق فاركو بنتيجه 1-0، ده كان ضمن منافسات الجوله السابعه من بطوله الجمهوريه. الحقيقه ان ناشئين النادي الاهلي عملوا مباراه كبيره جدا، كانوا مسيطرين على مجرياتها منذ بدايتها حتى نهايتها. احرز هدف النادي الاهلي اللاعب محمد زغلوك، وبكده يكون رفع النادي الاهلي رصيده ل 17 نقطه متصدر ترتيب جدول المجموعه، يعني طب بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة السلة اللي بيتأهلوا لربع نهائي بطولة دوري المرتبط، ده طبعا بعد تخطيهم لعقبة هليوبلس، يعني قدروا يفوزوا عليهم في مباراة الذهاب بنتيجة 68-52، مباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ومباراة الإياب أيضا قدروا يفوزوا فيها بنتيجة 82-59 عشان بقى يتأهلوا لربع نهائي البطولة، وهيواجهوا في ربع النهائي فريق سبورتنج، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان الحقيقه سيدات كره السله بيتاهلوا لنصف نهائي بطوله الدوري المرتبط، ده بعد فوزهم على فريق مصر للتامين. خليني بقى اذكر حضراتكم ايضا بنتائجهم، فازوا في مباراه الذهاب بنتيجه 88-36 وفي مباراه الاياب بنتيجه 86-58 عشان بقى يتاهلوا لنصف نهائي البطوله. ان شاء الله بقى طبعا بنتمنى للرجال وسيدات كره السله ان هم يتوجوا ببطوله الدوري المرتبط. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة، ورجال كرة الطايرة بيفتتحوا موسم الجديد بالفوز على فريق بنها بنتيجة 3-0، زي ما قلت ده كان ضمن منافسات بطولة الدوري وأول مباراة بالتحديد شفنا سيطرة كاملة من رجال الماسترز رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي، أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-18، الشوط الثاني بنتيجة 25-7، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-10 عشان بقى يفوزوا في المباراة بنتيجة 3-0. المباراة القادمة اليوم هتكون يوم الثلاث القادم أمام فريق مصر للبترول، وخليني أقول لكم أنه رجال كرة الطائرة هيكون عندهم مباراتين في الدوري كل أسبوع بالتحديد يوم السبت ويوم الثلاث، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى يعملوا موسم كبير. خلونا بقى ننتقل دلوقتي لسيدات كرة الطايرة اللي بيواصلوا استعداداتهم للموسم الجديد اللي هيبدأ إن شاء الله يوم 7/11، هيواجهوا الزهور في أول مباراة، ومباراة تانية هتكون يوم 11/11 أمام فريق الزمالك، يعني أيضا طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق.
كمان بقى عن شباب كرة الطايرة بيضيفوا بطولة جديدة لدولاب بطولات النادي الأهلي بعد تتويجهم ببطولة منطقة القاهرة، قدروا يفوزوا في المباراة بنتيجة 3-0 مقابل فريق الشمس. يعني المباراة طبعا كانت بتقام باستاد القاهرة، عملوا مباراة كبيرة جدا الحقيقة، سيطروا على جميع الأشواط. طبعا ببارك لهم وببارك لكل الأهلاوية على هذه البطولة. اخيرا بقى خلونا ننتقل للعبه كره اليد، ورجال كره اليد بيحققوا سلسله من الانتصارات في بطوله الدوري، قدروا يفوزوا على فريق الطيران بنتيجه 23-20 وعلى فريق الزهور ايضا بنتيجه 29-18، وكان قبلها طبعا قدروا يفوزوا على فريق البنك الاهلي بنتيجه 34-23. يعني عاملين اداء كبير جدا حتى الان في بطوله الدوري، بنتمنى لهم كل التوفيق. طبعا مباراتهم القادمه هتكون يوم الخميس القادم امام فريق طلائع الجيش، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله بقى يستمروا في سلسله الانتصارات. يعني يا كريم ويا نهواندي، دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي النهارده معاكم. طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مفيش اي استفسارات، لان كالعاده تخطيطك وتخطيط كل زميلاتنا العزيزات من المراسلات يعني بتبقى دايما كافيه ووافيه. بنشكرك على هذه التغطيه، جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم.